حلقة جديدة من برنامج سوبر تشايلد. حلقتنا النهاردة مختلفة ومميزة شوية. هنتكلم فيها عن موهبة الفاشون. هنتكلم عن موهبة الفاشون جوه الطفل. بنقدر ازاي نكتشف موهبة الفاشون جوه الطفل في البيت مثلا؟ بنكتشفها من خلال اختيار الطفل للبسه، لألوان معينة هو عايز يلبسها، متابعته للموضة. في اوقات اطفال كتير قوي عندنا بتبقى حابة وماسكة ان هي تلبس الهدوم دي او اللبس ده، هو شايف ان هو ده اللي لايق عليه او هو ده بس اللي هينفع يلبسه. من خلال تنمية الموهبة الفاشون دي جوه الطفل بنقدر نخلق جواه حس فني بيساعده على الاختراع، على الابداع، بيوصل ان هو مع النمو يوصل لكارير معين في حياته هو عايزه او حابب ان هو يوصل له. وعشان كده استضفنا النهارده معانا في الحلقه جزء من الموميز اللي اكتشفوا موهبة الفاشون دي جوه اطفالهم. هنتكلم معاهم دلوقتي ونشوف قدروا يكتشفوا ده ازاي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مامة مين؟ مامة روجان. روجان. قولي لي بقى روجان، اكتشفتي ازاي؟ اكتشفت اول حاجه اكتشفتها لما كنت بنقي لبسها وهي كانت ترفض ان انا انقي او اتدخل اساسا. تمام. يعني حتى في التوك، يعني ابسط حاجه التوكه اللي في شعرها كانت هي اللي تنقيها، هي اللي حابه تختار، هي اللي حابه تختار. بعدين لما بقى عندها تاب وكده بقيت اشوفها بتتابع الموضه وفساتين الفوازير. كانت يعني بتقولي مامي عايزه اعمل فستان زي ده، كنت اعمل لها يعني. تمام. فعرفت من وقتها انها عايزه، يعني حابه قوي الموضوع، جواها جزء من التشكيل، يعني ان هي تقدر ان هي تنسق مع نفسها حاجه معينه. جدا. وممكن يبقى عندها بنطلون مثلا وانا غاسله مثلا البلوفر بتاعه او التيشيرت بتاعه، فلاقيها نقت حاجه تانية هي اوفق عليها من اللي انا غسلاه، رغم ان احنا اصلا جايبين متناسقه. بالظبط. رغم ان احنا جايبين اصلا اللي مغسول مثلا، فتعجبني كده. فانا حتى يعني اخواتي وتيتا وكده يقولوا لي لا هي ذوقها احلى منك فسيبيها تختار، هي اللي بتختار، بتبقى هي بتختار ودايما تقول لي يا مامي ده لايق عليا. يعني ممكن الاقي حاجه حلوه وشيك وغاليه، فتنقي هي حاجه ثانيه ارخص، فاقول لها ليه ده احنا عندنا مثلا مناسبه، فتقول لي لا يا ماما ده لايق عليا، حاسه ان ده هو اللي ماشي مع ده. بالظبط. حتى هي بتميل للجاجوال اكتر. انا ساعات ابقى عايزه البسها الحاجات فساتين السندريلا والحاجات دي، لا هي مش من هوايه الحاجات دي، بتشوف ايه اللي نازل جديد. هي حتى لما تنقي فساتين كلها كاجوال يعني، ما لهاش ستايل معين. بالظبط. تمام. وانت بقى بتساعديها، يعني بتساعديها ان هي تقدر تنفذ ده، ولا انت بتصممي رايك ان هي؟ لا خالص، لا انا بسيبها، لان هي من الاول يعني رايها حلو، يعني من الاول بقت طب وريني كده، شايفه ان هو ده اللي هي مختاراه. الاول اللي اتنرفزت ان انا يعني انا المفروض انا اللي ماشي رايي، وبعدين قلت لها وريني كده، راحت ما شاء الله يعني لقيته تحفه. حتى مين اللي بينقي الهدوم لمامي وبابي؟ انت وبابي. مين اللي بينقي الهدوم لينا وبينقي الهدوم لمودي؟ مين؟ هي بتنقي الهدوم لاخوها ولاخوها الصغير، وساعات لهي وساعات لباباها، وبيطلعوا حلوين جدا. انا بقيت خلاص يعني مع روجي، حتى لما انزل اشتري هدوم لنفسي انا نازله مع روجي، تديكي رايها انا نازله مع روجي، والاقي كل الناس تقول لي ما شاء الله ده حلو جدا عليكي، ده اختيارها هي. بالظبط. ما ده اللي انا بقى دلوقتي بتكلم فيه، بتكلم ان الطفل لما بنقدر نساعده انه ينمي الموهبه دي هو بينجح فيها جدا، انه يختار لوحده، ينسق الالوان، مع الوقت بيبتدي يرتب المقاسات، يشوف ايه لون البشره اللي ممكن يمشي معاه دوت، او ده هيمشي مع المقاس ده ولا لا. فتنميه الموهبه دي انت شفتي ان انت لازم تعمليها. بالظبط. صح كده. طيب انت ليه يعني عشان كده جيتي معانا حلقه الفاشون بالأخص؟ انا شفت بقى عندكم الفاشون وكده، فقلت لباباها رغم ان احنا من اسكندريه. اهلا بيكي. بس منورين. الله يخليكي ده نور. وبعدين قلت بقى لا طالما هي عندها الموهبه لا اجازف بقى واجي سفر رايح جاي، مش مهم، عشان هي عندها الحاجه دي يعني. ده بيساعد الطفل فعلا على يعني ان هو يخلق جواه حس فني، ان هي بعد كده تختار، يعني مع طبعا نموها ومع مراحل عمرها تبتدي تتابع الموضوع بشكل اكبر واوسع. لا وهي بتتابع الموضه جدا. يعني هي وانا جايه، فيعني ما كنت جايه لابسه طرحه ثانيه خالص غير دي، قالت لي يا مامي جيبي دي، قالت لي دي موضه جدا وانا عارفه ومش عارفه. قلت خلاص يا روجي انت قلتي حاجه يبقى تمام يعني. اتمنى لها النجاح يا رب وتوصل للكارير اللي هي عايزاه ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا. اهلا بحضرتك. مامة مين؟ قول اسمك يا احمد. قول اسمك. احمد علي صوتك. احمد. احمد خميس. احمد خميس، اهلا بيكي. قولي لي بقى احمد، ابتديتي تكتشفي فيه ازاي ان هو بيقدر ينسق لبسه؟ هو عموما عنده موهبه ان هو يقدر ينسق لبسه وبيختار، ولا انت اللي بتساعديه على كده؟ هي دي كانت البدايه، ان هو كان بيحب يختار هدومه لوحده، ولو انا اخترت له حاجه هو بيرجع يعني لا، عايز اختياره، هو عايز الحاجه اللي هو مختارها، اللي هو اختارها. يعني فهي دي كانت البدايه يعني. وانت ساعدتيه في كده؟ كنت بتسيبيه؟ كنت بسيبه يختار مع ارشادات بقى، يعني ان ده لا، مش اللون ده مش هينفع، وبيقتنع. بيقتنع تمام. بعد ما بقول له ان ده لون كذا فمش هينفع معاه اللون ده، ده هيبقى احلى عليه. فبيقتنع، بياخد رايك وبيقتنع. بس هو بيحب هو اللي يختار الاساس. تمام. الهدوم يعني لما بيجي يشتري لبس حضرتك اللي بتشتريه له، ولا هو بينقي ويقول لك لا انا عايز ده؟ لا، بينقي، هو اللي بينقي. وبتطلع الحاجه شكلها حلو. بينقي حاجات مختلفه. مظبوط. انا عارفه ان هم كانوا صوروا طبعا في حلقه الفاشون، وده هنشوفه دلوقتي. حسيت فعلا من الاطفال ان هم حتى الحركه عندهم فكره عنها. يعني هو بيعرضوا اللبس بطريقه معينه، او متابعين اطفال متابعه. بتبقى يعني الطفل لما بيمسك مثلا تاب، تليفون، كمبيوتر، اي حاجه بيتابع حاجه زي كده، بيشوف الاطفال ممكن تعمل ايه، بتمشي ازاي، الالوان. انت شايفه ان هو بيقدر يتابع حاجه زي كده، ولا هو مش مهتم؟ لا، هو مهتم بس في حدود سنه برضو، يعني بالمناسب لسنه. تمام. يعني مش سابق سنه في حاجه، يعني في حدود ان هو سنه صغير، على قد على قد عقله بالظبط يعني. وانت حابه ان انت تنمي الموهبه دي عنده. طبعا. اتمنى لكم النجاح يا رب والتوفيق، ونروح فاصل ونجيب بقيه اطفالنا. رجعنا لكم تاني مع بقية ضيوفنا النهارده. نتكلم مع حضرتك. مامة مين؟ محمد عزيز. محمد عزيز، قولي لي بقى ليه اشتركتي لمحمد في حلقته الفاشون في البرنامج؟ هو اصلا محمد بيحب يعني يلبس وبيحب الالوان وبيحب كل شويه يغير يعني ويلبس حاجات جديده وبيتابع الالوان وبعدين هو الصغير عندي فبيحب بقى حتى بيقعد يصور لقطات من الافلام وعنده الموهبه دي يعني بيحب الظهور فعنده حب الظهور يعني فحبيت ان انا اشترك له في حاجه زي كده عشان تزود عنده يعني تبني شخصيته وتزود عنده السوفت سكيلز وينمي الموهبه ويعرف يتكلم مع الناس، لان كل النشاطات دي او الانشطه دي بتخليه يتفاعل اكتر وبيتفاعل بشكل اكبر من سنه كمان. طيب اختيار لبسه انت اللي بتختاريه؟ لا طبعا هو شخصيته قويه جدا، هو اللي بيختار اللبس وحتى لو مش متناسق في كل حاجه هو اللي بيختار. انا بحب دايما ان هو يعني اخد رايه في كل حاجه طبعا، وبيصمم على رايه، وحتى لما بيلبس لبس مش متناسق ما بحبش ان انا يعني اقول له لا ده مش متناسق، بخليه بمشي له رايه عشان بحيث ان هو يبقى بعد كده يقدر يختار صح. تمام. وبعد كده بقى ببدا اوضح له بس المره الجايه نلبس ده كذا وكذا، ساعات بياخد بقى بكلامي وساعات برضه هو ده بيساعده برضه جدا ان هو يقدر يبني شخصيته بطريقه كويسه. بالزبط. ان هو ياخد قراراته لوحده، متاكد ان قراره سليم كمان. بالظبط، سواء في لبسه او سواء في اي حاجه ثانيه. بالظبط، بيخلي عنده يعني روح من الذوق العالي طبعا. بالظبط، يبدع ان هو ينقي حاجه معينه بالوان معينه، وعنده ثقه في قراره كمان في اي حاجه بعد كده، بيبقى عنده ثقه في قراره، ولما يتكلم مع حد بيبقى واثق من نفسه، مش حاسس ان هو بيتكلم غلط، مش حاسس ان هو بيتصرف غلط. فدي بتصب في دي يعني. متابع الموضه بقى محمد ولا؟ هو متابع الموضه ومتابع كل حاجه، متابع التيك توك يعني لما بتيجوا تشتروا حاجه يقول لك يا مامي ده طالع موضه او لا او هو لايق عليا. هو اهم حاجه يكون هو مبسوط بيها، يعني مش مركز بس في الموضه، هو يبقى مبسوط بيها. يقول لي اللون ده حلو عليا مثلا، لا انا حابب ده اكتر، لا انا حابب ده اكتر كده يعني، لا انا هلبس ده مع ده، ينسق هو مع نفسه وبتطلع شكلها حلو. اوقات مش دايما مع يعني. الوقت ان شاء الله انا كأم يعني ببقى طبعا عايزه احسن، بس هو بيبقى شايف ان دي طبعا احسن حاجه. طبعا احنا من وجهه نظرنا بنبقى مختارين حاجه معينه يعني حاجه كلاسيك، حاجه كاجوال، حاجه يصور نفسه بقى وهو لابس كله طقم، يلبس يعني يصور نفسه بيه ويقعد يمثل بيه شويه وكده يعني، حابب ان هو يظهر في حاجه زي كده. بالظبط، اتمنى له النجاح يا رب، واتمنى من حضرتك ان انت تفضلي تنمي الموهبه دي ان شاء الله، عشان هي دي اللي هتقدر فعلا توصله للحاجه اللي هو عايزها ان شاء الله. لان الطفل لما بيبقى حابب حاجه ويستمر فيها بيوصل في النهايه معاها لحاجه معينه. بالظبط بالظبط، اتمنى له النجاح يا رب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. مامة مين؟ جنى وانس. جنى وانس. جوجو عامله ايه؟ الحمد لله. المايك فين؟ جنبك، امسكي المايك. قولي لي بقى يا جنى، بتحبي تختاري لبسك؟ انت اللي بتختاريه ولا مامي اللي بتختاره؟ انت اللي بتختاريه، بتختاري الوانه وبيطلع شكله حلو يعني. لما بتختاري حاجه وتلبسيها كده اصحابك بيقولوا لك الله ده شكلها حلو قوي، بتبقى حلوه صح؟ واناس مين بيختار له؟ انا برضو بختار له الوان. اعدلي المايك يا جوجو. اعدليه. بختار انواع بالوان كده انس بيحبها. تمام، بختار انت بتختاريها. عشان كده بقى وبتبقى حلوه وشكلها حلو. بتحسي ان هي تطلع شكلها حلو عليه. بحس كمان ان انا كل شويه قربي المايك، كل شويه اجيب له طقم هو يلبسه. طب وهدومك انت بقى بتختاريها ازاي؟ يعني بتقعدي تتابعي على النت بقى وعلى اليوتيوب وكده وتشوفي الحاجات اللي نازله جديد؟ بتفرج يعني على الازياء. برافو عليكي. بعمل زيهم. بتعملي زيهم، بتقلديهم. طيب قولي لي بقى، وبتقلدي المشيه بتاعتهم وبتلبسي وتتصوري وبتحبي تعملي كده؟ شاطره، برافو عليكي. طيب ادي المايك لمامي. خلاص حطيه جنبك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى، اكتشفتي ازاي فيهم الموهبه دي؟ جنى لقيتها طول ما هي قاعده في البيت بتحب تنسق لبسها، بتلبس اللي على مزاجها يعني. حتى لو انا حبيت اقول لها لا ايه رايك تلبسي ده ما تلبسيش ده، لا هي عايزه حاجه معينه بتلبسها. فحسيت ان هي يعني لايقه قوي في الفاشن، بلس ان انا اساسا يعني يعتبر جزء من شغلي فاشن. تمام. فحسيت بالحوار ده فيها وبدات ان هي تتعود ان هي تتصور باللود ام وان هي تعمل حركات متابعه. متابعه وبتحب تختار لنفسها. ليها كاريزما. ليها كاريزما كده على جنب يعني. وما بتنزلي برضو تشتري معاها؟ هي اللي بتختار لنفسها والالوان وكل حاجه. كل حاجه، بس ممكن بقى يعني تعديل بسيط مني، لا بصي ده ما يليقش ده يليق. يعني حاجات بسيطه بس هي اللي بتفرق يعني. وبتسمع بقى كلامك لما بتقولي لها ان ده يعني مش دايما يعني بتصمم، يعني اوقات بتصمم على حاجه بتبقى مناسبه فعلا. كتير، وعلى فكره كتير قوي هي اللي بتختار لي اللوك اللي انا بحب بيها. اللي انا يعني انا مثلا لما اجي اشتري حاجه ببعت لها على الواتس بتاعها، لا ايه رايك، تقول لي الله ده جميل قوي يا مامي، البسي ده ما تلبسيش ده. ففعلا بعتمد عليها كتير. بتختار لك انت كمان؟ وبتقتنعي برايها. امبارح كانت بتختار لي رايها فعلا. يعني لما بلاحظ باخد راي حد اكبر منها او كده، يقولوا لي على فكره فعلا عندها ذوق، يا منظر ده احلى من ده، بيطلع شكلها حلو. طيب قولي لي بقى، بالنسبه لها هي بتقعد تتابع كتير على اليوتيوب؟ يعني هي اهتمامها بالجزء ده بس؟ لا مش بس حاسه ان هي عندها حته الفاشن. زي ما بقول لحضرتك انا اساسا مجالي في الفاشن. فهي تحسي ان هي واخده مني قوي عكس انس. يعني هل هي اتعودت عشان انت شغلك في كده، هي اتعودت على كده، ولا انت هي دي حاجه حباها من جواها؟ لا هي انا ملاحظه من جواها. حتى لما بتيجي ترسم او تلون بلاحظ منها الاسلوب ده، ان هي تناسق الالوان، تناسق مثلا بنوته لابسه ايه، ملونها بايه. فبس ده انس. يا انس مالك يا انس، زعلان ليه؟ انس زعلان. مين بيختار لك لبسك؟ اديله مايك، اديله مايك يا جنى. محدش يقدر يختار له لبسه. عامل ايه؟ قولي بقى، مين بيختار لك لبسك؟ ماما. مامي ولا جنى؟ ماما. انهي اكتر بيعجبك؟ انهي لبس اكتر بيعجبك؟ اللي جنى بتختاره ولا مامي؟ ماما. مامي بيبقى حلو وعاجبك؟ وانت مش بتختار لنفسك خالص؟ ليه؟ عشان كنت بحب حد يلبسني كل حاجه. انت بتحب حد يلبسك وكل حاجه، عايز الحاجه على الجاهز. صح؟ مش بتحب انت تختار البنطلون بتاعك او التيشيرت او اي حاجه عندك بتحب تلبسها بتختارها انت؟ ها ولا لا؟ طيب بالنسبه لجنى بقى، ما اكتشفتيش عندها اي موهبه تانية؟ لا كتير، عندها حاجات كتير، عندها كذا، بس ده اكتر جزء هي مهتميه بيه. الفاشن لقيت معاها في حياتها قوي. في حياتها. عشان كده انت حبيتي تشتركي لها في حلقه الفاشن بالاخص؟ لا لا، حسيت ان هي مهتميه. طب هنلبس ايه؟ طب ايه رايك شعري يبقى عامل ازاي؟ طب امشي ازاي؟ يعني حتى يعني ما شاء الله ما تعبتنيش في الحوار ده. بس ده مش بيبقى طبيعي في سن جنى، ان البنت بتبقى مهتميه بلبسها، عايزه تشوفها تلبس ايه. عندها اوفر شويه في المشيه، في طريقه التقديم، الكلام، يعني بيبقى عندها زياده شويه. اتمنى لها النجاح يا رب، واتمنى واشكر حضرتك طبعا جدا ان انت بتشتغلي على الموهبه دي وبتنميها، لان من خلالها هتقدر توصل لحاجه في حياتها. احنا لسه كنا بنتكلم بنقول ان الطفل لما بيبقى جواه حاجه وحابب ان هو يطورها او مع الوقت بينميها، بيقدر يوصلها في الاخر. فيا رب بالنجاح والتوفيق يا رب. مش ونروح لبقيه الاطفال. ورجعنا لكم مع بقيه ضيوفنا الاطفال اللي بتحب الفاشون. اسمك ايه؟ اسمي عبد الله. عبد الله، قولي يا عبد الله بقى، بتحب الفاشون؟ ايوه. يعني انت اللي تختار لبسك في البيت والالوان، ولا مامي هي اللي بتختار لك؟ لا انا بختار بنفسي. انت اللي بتختار. وما بتيجي تشتري مين بيشتري لك؟ انت اللي بتشتري ولا مامي بتقول لك لا لازم تشتري ده؟ لا بابا هو اللي بيشتري لي. بابا بيشتري لك، انت بتقول له يا بابي انا عايزه اجيب ده، بيجيبه لك، ولا بيقول لك لا ده مش حلو نجيب حاجه ثانيه؟ لا هو بيعرف ايه اللي حلو، بيديك رايه. ايوه. وانت بتبقى مقتنع؟ ايوه، بيبقى حاجه حلوه يعني. بتبقى حاجه حلوه. طيب قولي بقى، انت في البيت بتتابع موضوع الفاشون ده؟ يعني بتطلع من على النت ايه الجديد، ايه الموضه، ايه الالوان الحلوه؟ بتطلعهم انت بنفسك وتقعد تتفرج مش بتطلع؟ امال انت حابب الموضوع ازاي؟ حابب الموضوع ازاي؟ اه ماما اتفرجت على واحد. قرب المايك، قرب المايك. ايوه شاطر. مرة اتفرجت ايوه على واحد بيعمل الفاشون. تمام، وحبيت الموضوع؟ اه. حبيت ان انت تبقى زيه؟ ايوه حبيت. بتختار حاجتك وتهتم بيها وتشوف ايه الالوان اللي مناسبه معاك؟ اه. في الوان بتحس ساعات ان هي مش هتنفع ان انت تلبسها؟ ايوه بحس كده. بتحس كده. انت حابب ان انت تلبس اللبس وتعرضه على الكاميرا؟ اه صح كده. وبتختار انت بنفسك وبتقول لي مامي لا انا هلبس ده. اه. ومامي بتديك رايها؟ لا انا بختار. انت اللي بتختار وانت اللي بتلبس. برافو عليك. طيب ادي المايك. اسمك ايه؟ مش عايزه مايك. لا لازم تتكلمي فيه. اسمك ايه؟ تمارا. تمارا خراشي. كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين. ايه الجمال ده؟ انت جميله. قولي لي بقى يا تمارا، بتختاري لبسك ازاي؟ انا مش بختاره، مامي اللي بتختاره لي. مامي هي اللي بتختاره؟ اه عشان بابي سافر. طب قربي المايك. ايوه قولي لي بقى، مين اللي بيختار لك اللبس؟ مامي؟ اه هي اللي بتختار. بابي سافر خلاص. انت ايه؟ بابي سافر خلاص. بابي سافر، مامي هي اللي بتختاره. اه. وبيبقى عاجبك؟ اه. بيبقى حلو صح؟ اه. انت مش بتختاري معاها؟ اه. تقولي لها ايه؟ اوقات بختار واوقات هي. اوقات بتختاري واوقات هي. شاطره برافو عليكي. هي بتختار معانا ليه؟ هي بتساعدنا. بتساعدنا شاطره. بتساعدنا علشان هي لو في حاجه مش حلوه تقول لك لا يا تمارا ده مش هيبقى حلو عليكي صح؟ ولما بيبقى في حاجه عاجباكي بقول لها مامي دي عاجباكي دي، بتقول لي ماشي ممكن تلبسيها اه النهارده بس بكره لا. بكره لا، بكره نلبس حاجه ثانيه. اه. وانتي بتوافقي بتسمعي كلام مامي. اه برافو عليكي. طب بتقعدي بقى تتفرجي على البنات اللي زيك كده يا تمارا وهم بيلبسوا الحاجات اللي طالعه موضه وجديده؟ لا. امال انتي بتختاري ازاي؟ مش انا بختار ازاي؟ بختار زي لما حاجه تعجبك. ايوه. طب اعدلي المايك عشان صوتك يطلع. ايوه شاطره. بتحبي الوان ايه بقى في اللبس؟ بحب بينك. بتحبي ايه؟ بينك اه وبلو وريد. برافو عليكي. دايما بتختاري لبسك كده الالوان دي؟ بيربل وبلو وريد وبينك كمان. طيب انت لما بتشتري اللبس بقى بتحبي تجيبي الالوان دي بس ولا بتجيبي الوان تانية؟ بجيب اكيد الوان تانية كتير. اه طبعا لازم نحب الالوان كلها. بتحبي الالوان كلها؟ أوه. صح، عشان في الوان ايه بتبقى حلوه مش شرط نكون بنحبها بس تبقى شكلها حلو علينا. ايوه صح كده. ايوه. طب انت في سنه كام بقى يا تمارا؟ مش بحب انا البلاك دي بس هي ما بيلبسها بس هي جميله. ايوه صح. طيب انتي في سنه كام؟ KG1. KG1 برافو عليكي. نفسك تطلعي ايه بقى؟ فاشونيستا. فاشونيستا ايه الجمال ده؟ ها؟ تعرفي ايه بقى عن الفاشون؟ اعرف ناس كتيره بتتصور. ايوه بتتصور معايا. شاطره. اوقات ناس بتتصور معايا اصلا لان اتصورت كتير. طب قربي المايك عشان صوتك يطلع فيه. ايوه اتصورت كتير قوي قوي. اتصورتي؟ كتير قوي. يعني انت لما تبقي مشهوره بقى والناس كلها تتصور معاكي تقولي ان انت جيتي في البرنامج معانا؟ اه. هتقولي؟ اه صح؟ تقولي لهم اول مره ظهرت فين؟ ها؟ مش عارفه. مع استاذه حنان. هتقولي ظهرتي فين؟ استاذه حنان. برنامج ايه؟ سوبر تشايلد. سوبر تشايلد صح؟ برافو عليكي. طيب ادي المايك. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عندك كام سنة يا عبد الرحمن؟ 7. 7 سنين؟ سنة كام؟ تانية أول. في سنة تانية. قولي بقى يا عبد الرحمن مين بيختار لك لبسك؟ ساعات بختار ساعات مامتي بتختار. طب امسك المايك حلو عشان صوتك يطلع. برافو. طيب مين اللي ماما بتختاره ساعات ولا أنت؟ ساعات هي وساعات انا. انت وهي يعني. بتاخد رايها انت في اللبس اللي انت بتختاره؟ انت بتاخد رايها في اللبس اللي انت بتختاره؟ مش يعني ايه؟ يعني انت لما بتختار لبس معين بتروح لا تقول لها يا مامي انا اخترت ده البسه ولا لا، ولا انت بتبقى عايز تلبسه من نفسك ومش عايز راي حد؟ لا بقول لها، بتاخد رايها. لو قالت لك لا مش بلبسه مش بتلبسه. برافو عليك، عشان هي بتبقى حاسه ان شكله مش حلو عليك، صح؟ ولا انت بتبقى مقتنع بيه؟ مش ببقى مقتنع بيه. انت اصلا موهبتك ايه؟ مش عارف. طب خلي بالك عشان مايك صوتك يطلع. ايوه خليك ماسكه كده، برافو عليك. انت عملت قبل كده فاشون؟ عملت قبل كده عرض فاشون؟ صورت في ايه؟ الفاشون اللي كانت. قرب المايك. قرب المايك. صورت في ايه؟ اللي كان على التلفزيون دلوقتي ده. في الفيديو. وقبل كده صورت حاجه تاني؟ صورت على اورنج. في اورنج. برافو عليك، عملتوا كتوك، شاطرين، برافو. نفسك تطلع ايه بقى؟ شاطره. نفسك تطلع ايه؟ قرب المايك منك ومتلعبش فيه عشان يطلع صوت. مهندس صراع. مهندس صراع. مهندس صراع. مهندس ايه؟ علي صوتك. زراعي. برافو عليك. بتحب الزراعه يعني؟ بتحب تزرع؟ ها زي بابي. برافو. وكمان هو. طب اديله المايك كده. قولي يا عبد الله بقى، نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع مهندس زراعي برضو. قلت لك يعني بتفهم ايه في الزراعه؟ افهم ايه في الزراعه؟ انك يعني تحطي بذره وتسقيها، بعد كده تطلع شجره وتطلع بقى فيها فاكهه، خضروات، اي حاجه. شاطر، برافو عليك. ده بقى بابي معلمهولك ولا ده من خلال دراستك؟ لا ده من خلال دراستي. من خلال دراستك، صح كده؟ لكن انت حابب مهنه بابي فعايز تطلع زيه. برافو عليك يا عبد الله، وبرافو عليكم، وبشكركم جدا، نورتوني في البرنامج. اسال بقى تمارا على اخر حاجه. ادي تمارا كده المايك. قولي لي بقى يا تمارا، كنت بتقولي ايه دلوقتي؟ انت بتقولي لي احنا عملنا كات ووك، احنا الثلاثه صح؟ هم عملوا كات ووك. هم بويز انا كات ووك. هم بويز انت جيرل، صح؟ هم بويز وانا جيرل. هم هيعملوا. قربي من المايك. بويز وانا هعمل كات ووك جيرلز. كان انهي احلى؟ انت شايفه انهي احلى؟ انا حاسه هم كانوا احلى. هم كانوا احلى ليه؟ مش عارفه. وانت عملتيه حلو ولا ما عملتيهوش حلو؟ عملته حلو بس هم كانوا احلى. هم كانوا احلى. طب ايه رايك انت تيجي معانا مره كمان؟ ماشي. ونعمله احلى. استنت كتير جدا عشان ها؟ استنت كتير جدا. استنت؟ ايه رايك يا تمارا؟ خد المايك. اديهولها طيب عشان تتكلم فيه. خدي يا تمارا. ايه رايك تيجي معانا تاني؟ انت بتحبي التمثيل؟ قوي. بتحبيه؟ بتعرفي تمثلي؟ ما جربتيش تغني؟ ايوه ما جربتش. لا ليه؟ صوتك مش حلو؟ ولا مش بتحبي تغني؟ مش بحب اغني وصوتي مش حلو قوي. صوتك مش حلو قوي، مش مقتنعه بصوتك يعني خالص خالص. كل الناس بيقولوا عليه وحش. ليه؟ لا صوتك حلو. لا بيقولوا عليه. طب بتعرفي تمثلي؟ بتعرفي تمثلي؟ تمثلي ايه؟ بمثل لسه ممثله لازوردي من اخر اليوم في رمضان. طب ورينا عملتي ايه كده؟ طب انا قعدت اتصور مع ماما واحده. طب انتي فاكره مثلتي ايه؟ انتي فاكره؟ طب وريني كده. اقول لك مش هوريك. ماشي قولي لي. مثلت اللازوردي لسه حكي لك عليه. ومثلت. ماشي عملتي ايه فيه؟ مش عارفه. طب المرة الجاية نعرف؟ ماشي؟ اتصورت بس مع ماما. مش هي مامتي الحقيقة. طيب بشكركم جدا، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية معانا في مواهب تانية.